البداية من القاهرة، وحلقتنا راح تكون مميزة مع حصريات ولقاءات خاصة. هاني رمزي ومايا نصري اللي يحتفلوا بفيلمهم الجديد اللي اسمه غريب شوية، وهو قسط بيوجعني. طبعا كان آخر أفلام هاني نوم الثلاث، واللي للأسف ما حققش إيرادات كبيرة، وكان هذا هو سبب اللي خلاه يبتعد عن السينما في الفترة اللي فاتت. كوميديا فيلم قسط بيوجعني انعكست على أبطاله في العرض الخاص كده يا فندم. نظرة في ابتسامة، شبكة في قسط، جوازة في قسط، تحقيق في قسط، قسط في قسط، في سجن. الفيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وبيحكي قصة حياة محصل أقساط بيقع في العديد من المواقف الكوميدية. الشخصية اللي أنا بلعبها برضو شخصية جديدة، لأول مرة محصل الأقساط يطلع بطل في السينما. شخصية صعبة مش سهلة، يعني هي تبدو سهلة إنما هي فعلا تعبتني، يعني تعبتني أنا شخصيا. يعني أعرف لو مت هموت وراك وهحصل منك الأقساط برضو، أنت فاهم؟ قسط بيوجعني بيرجع هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين. تفرقش معايا، اللي يفرق معايا إن أنا هقدم إيه، يعني هعمل إيه بالظبط، واسعد الناس إزاي، لأن ده دوري أنا كفنان. الفيلم تم تصنيفه للفئة العمرية أكتر من 12 سنة، وهو اللي أدهش هاني رمزي. في الرقابة اللي عملت كده، مش يمكن مثلاً فاهمة أن الأطفال مش هيفهموا يعني إيه قصات ولا حاجة، مش عارف. عين عيني وكده عليا، أنا بحبك أنت عنيا. بيشارك البطولة مع هاني رمزي مايا نصري، واللي كانت متحمسة جدا لتقديم الدور. تشجعني على الدور هو إن أنا بعمل دور فتاة شعبية، الفتاة اللي هي الجدعة، الفتاة المصرية جدا اللي بتعرف تاخد حقها وبنفس الوقت طيبة وحنينة، بس بنفس الوقت الشخصية دي بعيدة قوي عني كأداء وككلام، فدي حاجة اعتبرتها it's a plus مش minus خالص. لما مشيتش من وش السعادة أصوت ولم عليك الجيران يشبشبولك هنا كمان. لا كل اللي كده يا باشا. كونها زوجة المخرج، هل ده خلاها اتدلعت شوية في التصوير؟ بلاش سؤال مرات المخرج. ومش بصي، اكتر حد مش اتدلع هو انا، عشان مش عايزة حد يقول لي عشان دي مرات المخرج. بس انا شايفه دلوقتي ان انا مرات المخرج، دي حاجه اتس بلس، وانا فخوره بإهاب. هاني رمزي كان متوتر شويه فخبط في مايا، الا انه اعتذر لها بسرعه. انت وطي وطيان، انت بتدي عليا سوسك، انت عايزاني اموت. من بعد العرض الخاص نشرت مايا اللايف على الفيسبوك، شاركت فيه جمهورها الفرحه بعرض الفيلم. جديد بقى كله هيتعمل هنا بالتقسيط المريح. يا بنت انا كنت بمتحن اخلاقك. بيشارك كمان في بطولة الفيلم حسن حسني ومصطفى ابو سريع. زين غسلت اطباق. هو انتوا عندكم كام طبق اصلا في البيت؟ عندنا ايدي ستة الله وضع. تجربة النهارده تجربة مختلفة، انا بعمل دور سواق تاكسي اسمه سيد، بيحصل شوية مواقف كوميدي كده، ان شاء الله يا رب الفيلم يعجبكم. أفيش الفيلم قدم أبطاله بشكل كرتوني. تعرفوا ليه معمول كده، بس لما تتفرجوا على الفيلم كمان الكل متشعلق في الأقساط. مصطفى أبو سريع ليه رأي مختلف تماماً في فكرة الأفيش. أستاذ إيهاب خلنا كرتون، بحيث إن الفيلم لو ما عجبش الناس يبقى الكرتون اللي وحش مش إحنا.